السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا موديل بناتي شبابي سن محير وفوق شوية. هنعمل لايك، هنكتب تعليق ونبتدي على بركة الله. النهاردة هنتعلم حاجة مهمة جدا جدا، وبرجوكم طبعا ان انتوا تتابعوا الفيديوهات بتاعت معلومة كل يوم، لان هي هتفيدكم جدا في الاجابة على الاسئلة بتاعتكم. طيب انا النهاردة الموديل بتاعي عايزة فيه الطول، طول البلوزة زائد طول الكم زائد ربع متر للاحتياط. كده خلاص فهمنا، يبقى انا محتاجة طول البلوزة. القماش بيجي لي عرض 150، انا هعمل لكم البلوزة النهاردة كده حجم كويس، ولكن عشان نفهم منه الموضوع، انا لما بجيب القماش بجيبه بالشكل ده بيكون عرضه متر ونص، متر ونص، تمام؟ معظم الأقمشة المتاحة في السوق دلوقتي العرض متر ونص. هتجيب القماش متطبق بالشكل ده اهو، تمام؟ يبقى انا محتاجة ايه؟ محتاجة اجيب الطول. يعني انا لو عايزة البلوزة 70 سنتي، يبقى انا عايزة الطول 70 سنتي، بضيف لها 60 سنتي للكم، بضيف لها ربع متر للاحتياط، تمام؟ كده يبقى عرفنا كمية القماش اللي احنا محتاجينها. طيب التنفيذ، انا باخد القماشة اهي زي ما هي واطبق على 4 بالشكل ده، تمام؟ طيب باخد خط بعرض المسطره. الحكايه دي بعملها دايما تكرارا ومرارا علشان اتاكد ان القماش بتاعي متساوي، ما فيهوش حته اكبر من حته اهو بالشكل ده. كده انا اتاكدت انه انا ايه عملت خط سويت بيه القماش، حتى لو هو مقصوص سليم اعملي الخطوه دي، تمام؟ طيب الخطوه اللي بعد كده باخد عرض الظهر. عرض الظهر حتى لو مش موجودة البنوتة اللي انا هعمل لها، فانا ممكن اخده من اي بلوزة عندها فهتديني عرض الظهر المطلوب. انا باخد كده عرض الظهر، باخد النص اهو، وبنزل نفس الحكاية بس بزود عليها 1.5 سنتي، تمام؟ ودي طريقة سهلة بالنسبة لك، يعني باخد الجزء ده كده اهو عرض الظهر وبنزل بنفس الدرجة، تمام؟ طيب باخد ربع دوران الصدر او ازود 4 اصابع عفوا، باخد ربع دوران الصدر او بزود 4 اصابع، تمام؟ احنا بنشتغل على نموذج عشان تقومي تنفذي وتتشجعي. طيب اهو انا بنزل بالشكل ده كده واروح عامله دوران على النقطه بتاعتي. مهم قوي اخد طول البلوزه، الطول اللي انا محتاجاه، فانا هاخد طول البلوزه بالشكل ده كده، هقول مثلا 50، بس طبعا في الواقع تاخديها 70 80، تاخديها للاخر عبايه مفيش اي مشكله، مفيش اي تغيير، تمام؟ طيب بروح نازله على من اول الخط ده كده للاخر، باخد الطول لغايه الاخر. طيب باخد طول الوسط، طول الوسط. طيب احسب ازاي طول الوسط؟ من اعلى نقطه كده في الكتف لغايه منطقه البطن او لغايه منطقه السره كده بالشكل ده، ده كده الوسط، باخد الطول بالشكل ده، تمام؟ اهو واروح واخداه من اعلى نقطة زي ما بيطلع لي بالظبط، تمام؟ انا هقول ان هو طلع اهي، تمام؟ طيب بخطي كده بس عشان ايه تبقى واضحة. اقول لك معلومة مهمة جدا جدا هنا، تمام؟ طيب انا هنا لو انا عندي بطن، عندي ارداف، ما كانش اقعد خط الوسط ده خالص، اشتغلي زي ما انت شغالة كده، اطلع من هنا لاوسع نقطة في القماش. لو انت بنوتة كده صغننة وسن حاير وبنوتة كده لسه يعني ما حصلش اي ديفوهات، بتدخلي هنا 2 سنتي في الوسط وبتعملي التكسيم ده كده اهو، وبتنزلي بالشكل ده، تمام؟ انا دايما افضل الخط الاولاني ده لانه بيداري اي عيوب، اي بطن عالية، اي يعني زيادات في الجسم عفوا. في نفس الوقت انا لو احتاجت اعمل تكسيم بعمله وانا بخيط، ما عنديش اي مشكله، فبالتالي نسبه الزياده دي كويسه، هتخلصك من مشكله الموديل ما طلعش مظبوط او طلع ضيق. طب اتصرف ازاي؟ المشكله دي هتنتهي تماما لو لغينا خط الوسط، تمام؟ وباجي هنا كده حوالي 2 سم لان هي ستريت، وبمشي بالشكل ده كده على مفيش، تمام؟ تمام قوي. طيب الرقبه او دوران الرقبه بيكون 8 سم، وده رقم بيكون ثابت في الكبار، تمام؟ طبعا الامام بتنزلي 8 والرقبه الخلفيه بتبقى 3 سم، وبتنزلي هنا 3 سم، والارقام اللي بقولها لكم دي حقيقيه المقاس الكبير، تمام؟ طيب ده كده البلوزه بتاعتنا وبقصها. ما انساش حساب الثانيه اللي تحت عشان ما يقصرش معايا اهو، وبالتالي هيكون معايا الكم وربع متر زياده،
وده مهم جدا، ما يزعلش زياده، ما تزعلش خالص. تمام. طيب انا باخد الخلف كده اهو، فين اللايك الجميل؟ طيب ادي اهو 1 سنتي. نكتب في التعليقات، مهم اوي التعليقات عشان اعرف الحاجات اللي انتوا عايزيننا نعملها، لان انا مش هعرفها لوحدي، لازم تكتبي في التعليق انا محتاجه اعمل كذا وكذا وكذا. اهو انا كده عملت البلوزه بتاعتي اهو، طلع منها الخلف ودي الاماميه، واروح عامله دوران الرقبه بتاعي بتاع الامام بالشكل ده، اكون خلاص قربت اخلص. باجي هنا لو انت عايزه تعملي العمق في النص ده كده، نص الابط ده، وادخلي 1.5 سنتي بالشكل ده وتلاقي على نفس الدوران. تمام. دي طبعا بتبقى اختياريه، لكن احيانا بتظبط، يعني بيبقى في ناحيه الصدر كده عبعبه، 1.5 سنتي دول بيظبطوها. بس كده انا كده خلصت الامام والخلف. هقول لكم هعمل الاكمام ازاي. نعمل لايك ونكتب تعليق جميل عشان نعمل الاكمام حالا مع بعض. طيب انا باخد القماشه اللي معايا اهي وبقسمها كده، بطبقها كده على 4 نفس اللي انا عملته فوق. الكم بتاعي لاحظت ان الموديل بتاعي في الكم متقسم على 3 اجزاء، مش معمول على جزئين خالص، متقسم ناحيه الكوع وبعدين ناحيه الاسوره، والاسوره كبيره شويه. طيب اول حاجه ده كده قياس الكم عندي، ده كده دوران الكم عندي بمجرد اني بقيس بالشكل ده كده اهو 16 سنتي مثلا طلعت لي، فده دوران الكم عندي 16 سنتي اهو. نفس الحكاية الخط المستقيم 16 سنتي بتوعي. تمام. وباخد هنا الطول الكم بالكامل مثلا طلع لي، هنقول مثلا تمام مثلا 62، ده القياس الحقيقي. تمام. ده الطول بتاعي اهو كده كويس، ده كده المفروض طول الكم. طيب انا هنا بنزل كام؟ 14 سنتي. ال 14 سنتي دول قلنا مهمين في القياس الكبير. تمام. طيب اهو وعامله الدوران بتاعي بتاع الكم. هنا لازم اقيس الكوع، هنا لازم اقيس الكوع. يعني ايه اقيس الكوع؟ يعني اخد الذراع كده وراح اقيسه من اعلى نقطه عشان اوصل لمنطقه الكوع. تمام. فانا هقول ان الكوع هنا اهو في الجزء ده، ده كده اول جزء في الكم، ده كده الكوع. تمام. طيب عايزه انا ايه؟ ليه رسمت الخط ده؟ عشان اعرف ايه الجزء اللي باقي. طيب اهو هيبقى مثلا المسافه اللي باقيه معايا دي، انا عايزه اعرف الاسوره فيها هتبقى كام، فانا هطلع كده عشان اعرف قياس الاسوره. تمام. عايزه اعرف بقى الجزء اللي في النص ده كام، كده انا عرفت الجزء اللي في النص كام. طيب عشان اعرف الكم اجمعه ويبقى قياسه مظبوط لازم اعمل الخطوات دي. كده خلاص ده اول واحد في الكم، دي كده بكتب بسميها اول واحده رقم 1. تمام. طيب تاني واحده اللي هي ايه؟ الجزء اللي بعده هيكون فيه كشكشه. طيب عايزه بس اعرفه هو قد ايه. تمام. الجزء اللي بعد كده مثلا خلاص انا عرفت هو قد ايه، فبروح فارده القماشه بتاعتي اهي، عشان طالما فيها كشكشه يبقى لازم تبقى كبيره شويه اهو، عشان كده قلت لكم ان الربع متر بيبقى نافع في الحاجات دي، ورحت مطبقه كده عشان يجي لي الموضوع كبير شويه اهو القياس اللي انا قسمه. الكمين اللي هيبقوا بالكشكشه بتاعهم. طيب فاضل الاسوره، وعرفت قياس الاسوره قد ايه. طبعا الاسوره اهو باخد قياسها مضاعف، يعني ايه؟ يعني لو هي عرضها طولها كده 10 سنتي انا باخد 20 عشان بطبقها، وهقول لكم ازاي، ما تقلقوش خالص خالص، اعملوا لنا لايك بس وهتشوفوا الدنيا بسيطه وجميله جدا 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 اهو. هنا قلت لكم انا ليه بضاعف. طيب لو القماش لكرة لازم يكون اتجاه اللكرة سالم، انا بضاعف عشان انا بخيط بالشكل ده،
واروح مطبقه الاسوره، فتجي لي القياس اللي مظبوط، وفي نفس الوقت التشطيب بتاعها يكون بالشكل ده. فاهمين اهو، شايفين الاقرا ازاي كده؟ تمام. يبقى انا بضاعف، لو هي انا عايزاها 10 سم بخليها 20 عشان اخيطها بالطول كده، واقلبها معاكم خطوه بخطوه، وهبدا بخياطه بالكم عشان تشوفوا الطريق. اول حاجه انا بفرد الكم كده بتاعي اهو، تمام، وباخد الشريط بتاعي الطويل، اي ورده او اي حاجه في الشريط ده بركبها الاول، تمام، بعمل علامه كده في النص وبركب، تمام. ده كده اول جزء في الكم. لازم اعمل كسرات طبعا، هنا احدد النص مع خط النص هنا بدبوس، وابتدي بقى اعمل كسرات متساويه من الجنب ده والجنب ده اهو، كسرات او كشكشه اللي انت تحبيه، اهم حاجه تكون ايدك دقيقه عشان تكون متساويه. انت عايزه بقى تكتريها تقلليها، حريه شخصيه اهو. شايفين انا عملت الكم ازاي؟ تمام. طيب، وبتعملي كده خياطه شكلها يكون حلو، المكواه اهم حاجه اهو. انا سبت الحته اللي في النص دي ما عملتش فيها اي كسرات، كشكل حلو، وفي نفس الوقت تقدري تحطي اي تزيين، اي قطعه ورود زي ما انت عايزه. خلاص انا بقفله بقى، مهم اول مكوى، تمام. طيب، قبل المكوى كمان ممكن ناخد الكسرات دي عشان نثبتها، عشان نعرف نثبتها في الاسوره بنفس الطريقه اهو كده. الكم زي ما حضراتكم شايفين انا بقفله بقى كده خلاص هنا اهو، الاسوره اهي، روحي بقى خيطها بالشكل ده بالطول. وتيجي هنا الجزئيه دي اللي انا عايزاكي تشوفيها كويس جدا اهو، بطبق بالشكل ده كده عشان يجي لي الشكل كويس اهي. بتيجي بالشكل ده، لازم اهي، لازم ده يكون التشطيب بتاعها، لازم اخيط هنا خياطه عشان اثبتها اهي كده. خلاص الاسوره تمام. باجي بقى عند الكم، كل اللي انا بعمله اهو ادخلها بالشكل ده، واروح مخيطه الجزء ده كده في بعض، تمام. لو لقيت ان هي مثلا واسعه شويه، هي لو لكرة انت لازم تشديها كده زي الاستك، فهتيجي مظبوطه زي المنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو، هما بيشدوها عشان تبقى زي الاستك، بس عشان انا القماشه مش لكرة فانا هحاول اديكم الشكل برضه. بالشكل ده، ده كده الكم معايا اللي حضراتكم شايفينه اهو، ده كده شكله، كسرات اللي في النص والجزء ده، ولازم هنا الخياطة تكون متساوية مع الخياطة اللي هنا. طيب، هنعمل الكم التاني وهنركب الكتفين بتوع البلوزة عشان ما نضيعش وقته اهو. يا جماعة شكل الكم زي ما قلت لحضراتكم اهو، متقسم لثلاث تقسيمات عملناهم مع بعض بالظبط، تمام. الثلاثة اهم، الاسورة، الكسرات، الكسرات او كشكشة زي ما انتوا عايزين، وده الجزء اللي فوق، تمام. طيب، البلوزة اهي، خيط الاكتاف مع بعض وبقفلها، النهاردة بقفلها وانا مش عاملة تقسيم، زي ما قلت لكم التقسيم ده بيجي بعد البروفة لو حابة تقسمي، تمام. طيب، انا قافلة البلوزة وقافلة الكم وكل حاجة، وجاهزة دلوقتي للتركيب. الكم متخيط وجاهز اهو، وبدخله بالشكل ده، الخياطة بتاعت تحت الابط على نفس الخياطة اهي، وبخيط على طول، تمام. لقيت في اي زيادة في الكم بعملها كشكشة او بشيلها او اخيطها. يعني ايه اخيطها؟ يعني اجي هنا واروح واخداها سنتي 2 سنتي واسيبها برضو للاحتياط عشان اتني الحرف ويطلع معايا مظبوط. باخد كده اقل من نص سنتي في ثانية واحدة، حتى لو القماش بينسل بعمل نفس الطريقة، اهم حاجة استخدم المكوة وانا بشتغل. واروح واخده نفس اللفه، لفه تانيه فوقها بنفس القياس كده بالظبط، او لو عايزه اعلى شويه مفيش اي مشكله اهي، هتيجي معاكي مظبوطه. شايفين بتديني الدوران مثلا بيديني معاكي بسهوله جدا جدا اهو، مفهوش اي عيوب.
دي كانت طريقة البلوزة زي ما حضراتكم شايفين، طريقة بسيطة وسهلة. دي وردات او وحدات بتتباع في محلات ادوات الخياطة، بتاخديها كده وبتحطيها على الكم زي ما انت عايزة، بتقسمي الواحدة على اتنين وبتعملي اشيك واحلى بلوزة من عمايل ايديكي. هسيب لكم رابط تشطيب الرقبة هيكون ازاي في صندوق الوصف اللي بيكون تحت الفيديو على طول مباشرة، تدوسي على السهم هتلاقي الرابط. دي كمان التانية زي ما حضراتكم شايفين اهي، فيها دوران وطلع معايا مظبوطة ولسه كمان ما كويتهاش، لما تكويها تلاقيها اظبط واظبط. بشكركم جدا جدا، ما تنسوش احباتي اللايك، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.